قبلنا بالمتان به برشا تصورنا دومينيل ادفرسير وماركينا بونتو ديميتان شي صار شويه رداشمون بونتو اللي قبلنا في داود ديميتان هو اللي رجع الرجاء في المباراه بعد الحمد لله اللي الاولاد وراهم فرد كاركتير ما تفناش بعضنا والتغييرات هو هما اللي عملوا الفرق فرحان برشا فادي اللي يسجل اليوم وعدلوا مكانه من مترشح دو جروند زيكيب نستنى في ماتش هكا بيان ديسبوتي غير باهي الكره المغربيه والعربيه وان شاء الله نشوفوا الرجاء متالق والترجي متالق في المباريات تاعهم والمغاربه يلقاو صعوبات مع فريق تونس في المغرب دونك فماش احكام مسبقه في مباراه ديربي انت ومجريات الماتش انت ولونفي نتاع ليكيب ربحنا في المغرب عملنا تعادل في تونس الحمد لله ترشحنا ومغير ديفيت دونك تخموا في الافنيه نتاع الكومبيتيسيون هذه اللي مش تكون ماشيه وتكون اصعب.